ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في ايه يا كوكي؟ في ايه يا ماما؟ في حد يحط كمان مكياج ده على الصبح؟ كله عشان الميك اب يعني. اصل حسين هيعدي عليا علشان نخرج. حسين هيعدي عليك هنا في المكتب؟ هنا يعني في المكتب؟ ده مش بعيد، لو شافك كده يلبسك قضية أداب. أداب إيه بس يا إنجي؟ أداب إيه؟ أنت مش فاهمة، النهاردة عيد ميلاد حسين وهيعدي عليا علشان نختار الهدية بتاعته. يا سلام. لا بقولك إيه يا حبيبتي، قلتلك كتير بس أنت ما بتتعلميش يا كاميليا. يا ماما يا حبيبتي، هدية عيد ميلاده يعني أنت تروحي تشتريها من وراه وبعدين تفاجئيه بيها. يعني إيه نازلين مع بعض تنقوا الهدية؟ مش فاهمة. انا ما اعرفش اعمل اي حاجه من ورا حسين يا انجي، ايه الكلام ده؟ وبعدين هو متعود على كده ومعودني على كده، كل سنه يعملي ضبط واحضار وياخدني من قفايا ويروح يشيل الهديه اللي هو عايزها، وبعدين يعمل نفسه مش واخد باله وانا اقول له ان يا سلام. بعدين بس كده الميك اب اللي انت حطته؟ لعلمك بقى الميك اب اللي انا حطاه ده ومش عاجبك ده انا هبهر حسين بيه. لو النبي هتبهري حسين بيه؟ لعلمك بقى انا عايزه اطمنك، مفيش راجل دلوقتي بينبهر بمراته خالص، انتهى الموضوع ده. ايه انجي بقى حرام عليكي، ما تحبطنيش. انا عماله اتزوق بقالي ساعه وفي الاخر تحبطيني كده، حرام. لا طب انت عايزه تسمعي كده، عايزه نصيحه يعني مني علشان تبهري جوزك ولا مش عايزه؟ لا عايزه. والنبي قولي لي يا انجي اعمل ايه؟ ده ها؟ تقطعيه خالص. خالص. ايه يا انجي؟ شايفاني يعني رغايه ولا ايه؟ على فكره بقى انا مش رغايه خالص، انا اقل واحده بتكلم في الجورنال ده وبتكلم في البيت غير اللهم يعني، بس بتخلي مع العيال شويه، بزعل العيال شويه لما حسين يعمل حاجه بتضايق منها بقعد ازعق له. لكن هتولديني الله يخرب بيتك. ما قلتلكش ايه؟ احلام. ايوه. وجوزها. ايوه. وحماها وحماتها جايين يتغدوا عندنا يوم الجمعه. انت اللي لازم عزمتيهم. طب احنا عايزين نتفرج على التلفزيون، مش كفايه كده بقالك 5 ساعات بتتفرجي؟ بس يا واد لما الفيلم يخلص. يا دي النيله، احنا دايما موعودين بالناس اللي بتحب الافلام القديمه. يا سلام الفيلم ده يا اولاد، انا شفته في السينما مع جدكم ايام زمن الفن الجميل. ابوكوا ساعتها كان لسه عيل صغير، كنا بنقطع له نص تذكره. ايه ده، هو بابي كان عيل؟ ده انا فاكر ان احنا بس العيال. لا يا حبيبي، ابوكوا كمان كان عيل. الفيلم ده بيحكي عن راجل كان مخلف قرطة عيال وفضل حامل مسؤوليتهم لحد ما كبروا وتخرجوا واتجوزوا وخلفوا، وهو برضو حامل مسؤوليتهم ومسؤولية عيالهم. ايه ده، يعني الراجل بيشيل مسؤولية ولاده وولاد ولاده كمان؟ يا حبيبتي امال ايه، الراجل عندنا هنا بيشيل مسؤولية ولاده ويشيل مسؤوليتهم لغاية ما يخلفوا كمان، والأم أمال إيه؟ عندك مثلا السيدة كريمة مختار الفنانة العظيمة ربنا يديها الصحة، دي مثال للأم في السينما المصرية. هو إيه دي بقى زيك يا تيتا؟ يا سلام، الست دي يا ابني بتفكرني بنفسي. أمال إيه؟ أنا عندك أهو لسه شايلة هم أبوكوا وهمكوا أنتوا كمان. لا شكرا، مش عايز حد يشيل همي. بعد اذنك اديني همي هشيله عندي في الاوضه. لو سمحتي، وانا كمان عايزه همي هشيله في دولابي. امشي يا واد انت، امشي امشي من هنا، امشي امشي من هنا لغايه ما اخلص الفيلم. يلا قلتوا مزاجي. شوفوا خيبه انتوا وابوكوا. استغفر الله العظيم يا رب يا رب يجيب العواقب سليمه يا رب. وبعدين بقى انا متوتره قوي. وبعدين بقى يا كاميليا، حرام عليكي يا حبيبتي خيلتيني. اقعدي بقى علشان اعرف اخلص اللي بكتبه. حسين اتاخر قوي، انا قلقانه قوي. قوي دي هي اللي هتجيبه بدري، هتولدني انا بدري. ما تقلقيش يا حبيبتي، هيكون راح فين يعني؟ يعني كبيره شاذيه في رجله في ايده كده، ما تقلقيش. لا لا لا، انا مش قلقانه على حسين، انا قلقانه لحسن الميك اب بتاعي يخف، وبعدين انا استعملت صباع الروج كتير هيخلص كده. الهي يا رب، الهي يا رب يخلص عشان اخلص منك يا كاميليا. ايه يا انجي ما تعمليش كده بقى، وبعدين انا اتفقت مع حسين ان هو يجي لي بدري علشان ننزل نشيل الهديه، ايه اللي اخره بقى؟ زمانه جاي، وبعدين انا قلت لك 100 مره الرجاله عمرهم ما بيلتزموا بمواعيدهم يا حبيبتي. يليوي يا ابن ابرجوه، مش قادر مش قادر، حرمت حرمت.
لك ايه؟ لما تجي لك الطلقه خدها لتحت، ساعدي نفسك يا شاب. مصاريني مصاريني بتتلوى، والنبي فكوني فكوني. فكي اوعي تفكيه، اوعي تفكيه لما يوافق ان احنا ناخد الجهاز ده ببلاش. ببلاش ببلاش، انا عينيا ليكوا وعينيا ليكوا، بس فكوني فكوني. ومنى عيني بقى ان مراتك هي بقى تشوفك انت في الوضع ده. لا لا بلاش، كله يلاقي مع حبيبتي تيجي تشوفني وانا في الوضع هنا. اذا كان الوضع ده مش مريحك ممكن نقلب الوضع. لا بلاش بلاش، كمان هتقلب الوضع. انا ناقص انا لو اعرف اطفي الجهاز ده اطفي. لا انا ممكن اعمل لك عمليه قيصريه، لانك طبعا عارف ان البيبي ده هيطلع منين. مش قادر مش قادر، حرمت حرمت. واحنا معاك ان شاء الله لغايه ما ربنا يكرمك كده وتجيب لنا توأم زي القمر. ايوه مش قادر مش قادر خلاص بالصيني. مش يا نصاب يا نصاب، الجهاز ثمنه 150 دولار، عاوز تديهولنا ب 500 دولار؟ مستورد مستورد، وبعدين ده بيزنس 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 اهو، ما بين الشاري والبايع. يفتح الله. واحنا معاك يا حبيبي ان شاء الله لغايه ما ربنا يفرج عليك ويمن عليك بتوأم باذن الله. خلاص ودني فكوني، مش هشتغل في الصيني تاني. الله يخرب بيت الصيني على اللي عايز ياخد الاسكان. نفسي نجرب الجهاز، نفسي نجربه. انت مش جايز ربنا يفتحها عليك وتظبط. لا يا اخويا انا ابك على شونه بعد كده. بابا ابعد العار يا دكتور، عايز ادخل الحمام. هقلبك يا لهوي يا لهوي. الحقيقه كماليا انا اتدبست كماليا، هروح في داهيه كماليا. الحقيقي بقى هتروح في داهيه ليه؟ ايه اللي حصل؟ اتسرقت اتسرقت يا سامح. ركبت ايه؟ ركبت ميكروباص؟ لا اكيد اكيد ركبت اتوبيس يا سامح. ما ينفعش اركب تاكسي. اقول لك بس استني حكا. هقول ايه يا كماليا؟ ايه انت مالك على راديو؟ اشتري عربيه عادي عشان ما تتسرقش. يا كماليا حرام عليك يا كماليا، انت دبستوني في جوازه ما اعلم بقى ربنا. خطيبتي اخت رئيسي في الشغل، يعني لو فسخت خطوبتي مستقبلها هيضيع، ولو كملت حياتي هتضيع يا كماليا. يا راجل انت بتتكلم على ميسون؟ ميسون ميسون دي هديه. قصدك دي رزيه؟ لا ميسون دي طيبه وجميله وكيوت. انت برغوت. سامح عايز اسمع كلامي، عايز رايي، اتجوزها هتتهنى. اتهنى؟ ونعمه انت كدابه مش هتورد على جنه. ليه بقى؟ اللي ما يعرفش ميسون يغسل وشه بالميه والصابون. ما تغسل وشك بالميه والصابون يا سامح، انت معفن. معفن؟ اعمل لك ايه؟ ما انت اللي ما بتعرفش تقول امثال، اسمها اللي ما يعرفش يقول عدس. ده بقى عدس ورز ومكرونه، انا حياتي بقت كشري يا كماليا. الله دي بقى حاجه حلوه قوي، مالها الكشري؟ ويا سلام لو عليها دقه وبصل. سامح انا نفسي في الكشري يا سامح. وربنا بتحلك نفسي بتحلك نفسي، انت بتتريق وانا في مصيبه، انا عايز اخرج من المصيبه دي يا كماليا. مصيبه ليه يا سامح بس؟ كل ده علشان اتجوزت مره واحده بس؟ ايه يا سامح، ما تبقاش متخلف وراجع كده. متخلف ايه بس يا كماليا؟ انا عرفت انها كانت متجوزه قبل مني، قلت لك ان لما اتجوزها حالها يتصلح معايا. تمام. لكن اعرف انها كانت مخطوبه قبل مني 12 مره، اكيد معيوبه يا كماليا. اهو ده بقى العالم الذكوري المتخلف اللي احنا عايشين فيه. ايه يعني اتخطبت 12 مره قبل كده؟ مش يمكن ال 12 مره كانوا العيب في الرجاله؟ جرب انت المره ال 13 يمكن يطلع حظك حلو في المره ال 13. ومن امتى يا كاميليا رقم 13 حظه حلو؟ انا حاسس كده انها تتقرمل على ايدي وابقى انا الضحيه 13. ايه مبسوط؟ مبسوط ها؟ ده بيزغزغ سامح في الاول بس بيزغزغ، انما بعد كده هيبسطك قوي عشان الليفل ايه؟ انت 6 في 36 ب 4 في 12 اس 2 كب يد 2 كده. لا سمير سمير ده بيضحك لي منه 2. ليه؟ والله بيضحك قوي. بيضحك قوي في الاول بس. سمير حبيبي حبيبي ده بتاع الصينيين، اوكي؟ الصينيين دول قد كده، انما انا عالي عالي قد كده بس. خد بقى ايه اللي ازيد بقى؟ ها؟ بيتنفخ اكتر؟ احسب بقى. شفت الوجع؟ سمير شفت الوجع؟ شد حيلك يا علي يا حبيبي، انا عايزه توأم. ها ولد وبنت. توأم؟ دي مؤامره بقى. مؤامره عشان ما تبقاش تتعمر تاني. وانا اتعمرت عليكي فيها يا انجي؟ ايوه اتعمرت. مش بتقولي الحمل والولاده دول اسهل حاجه في الدنيا؟ انت بتدلعي يا انجي. انا حملت 3 مرات وخلفت مرتين، ما صرختش ربع الصريخ اللي صرخته. عليا الطلاق ما هخليكي تحملي تاني. انجي طبت. فكري بقى فكري بقى عشان خاطر فكري
لوحده؟ انا عندي عيال عايز اربيها. اصلا عرفت ازاي شغال وما قالوليش ازاي اعرف ابطله. معلش ايه ده حبيبي؟ ايه ده؟ ريحي نفسك بس، خلي نفسك مرتاح. شهير زفير، ها؟ زفير شهير. ايوه احزاق احزاقي تحزق الحزق مش هنا. والله بيغيروا. ها؟ اعمل كده. ايوه ايوه ها؟ ايوه